تخيل الباص بتاعنا داخل على 200. اخباركم يا شباب، معكم محمد جمال من قناه العميد، وحلقه جديده في ذا لونج درايف سلسله التعديل. في حلقه النهارده وبناء على طلبكم، عم ميدو عايزينك تعدل لها الباص. في حلقه النهارده ان شاء الله هنعدل الباص ونظبطه ونروق عليه، ولكن تعديل خارجي بس، مش تعديل داخلي. ليه يا عم ميدو؟ لان التعديل الداخلي ده ان شاء الله هنسيبه في السلسله اللي بنزلها على القناه الرئيسيه لعم ميدو جيمر، وزائد برضو قبل كده عدلناه من جوه في السلسله القديمه برضو. اتصلت على واحد صاحبنا قال لي يا عم الحاج، في باص عامل حادث بقاله 65,000 سنه، هتلاقيه مرمي على الطريق عندك، تعالى خده او ظبطه في اي حاجه قبل ما الناس تيجي تشيله وتاخده وتمشي. فانا صراحه اتحمست جدا جدا، ودلوقتي نحن الان ذاهبون بهذا الونش بتاعنا الصغير الذي ليس له مثيل عشان نشوف هذا الباص. بس هل تتوقع ان انا اقدر احمل الباص على السطح ولا لا؟ فلو هنحملها اكتب لي رقم 1، لو مش هنحملها اكتب لي رقم 2 في التعليقات، وخلينا نشوف. وبسم الله الله اكبر، هو ده الباص زي ما انتم شايفين. يا ليله الليل، ده الباص ده يا جماعه متهالي اتحنط كده خلاص. بس يا باشا الونش بتاعنا الجامد ده، تعالى يا جماعه من سباق المستحيلات ان احنا نعرف ندخل هذا الباص او نحمله عندنا على البتاع. ولكن افتح كده يا باشا الباب. ده الكرفان يا جماعه اللي احنا عايزين نحمله في السلسله الرئيسيه. وات از ذس زي ما انتم شايفين يا جدعان، وليفتيس وات ايه ده يا اسطى؟ ده الراجل بيظبط لنا يا جدعان الباص على الاخر، والله جامد. بص بص، اوضه نوم حرفيا. يا واحنا بقى اللي قاعدين نحط بتاع الشبابيك عشان نقفلها. الله والله ده جامد ده، مش عارف يا اسطى كامل تجيب لك وكمان تقفل الازاز اللي ورا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دلوقتي يا جماعه عشان نظبط الباص ده، فاحنا محتاجين له كاوتشات ومواتير ودنيا وبتاع عشان نقدر نحركه بس. وبصراحه من سبع المستحيلات ان احنا نقدر نحطه على الونش ده. فاللي هيحصل دلوقتي ان احنا بقى هنركب له الكاوتشات بتاعتها بشكل كامل مع الكشافات مع الدنيا دي كلها، وبعد كده نبدا ننضفه ونجدده ونركب له المواتير والريديتر والدنيا دي كلها ونبدا نتحرك بيه. خلينا نشوف. وزي ما انتم شايفين يا جماعه الجدوت اللي هركبها لها هتبقى لونها ازرق، هي كده جايه من المصنع صراحه يعني. المهم خليها برضو نركبها ونظبطها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بقى عايزك يا باشا ممكن تدخل جوه بس ما تتنصحش عليا. نيجي بقى للاتجاه الثاني. يا اخي تحس كده الباص وقف على حاله، بقول لك ايه يا اسطى انا جاهز يا اسطى للانطلاق. يا عم تعالى يا عم، انت كنت حزين من شويه، اسكت شويه خلينا نظبطك. ركب يا مدير. وادي اخر كده كاوتش فيهم زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله عليه، تحس كده الباص اللي هو ايه يعني خلاص بقى عايز يتحرك. ولكن زي ما انتم شايفين شكل الباص يا اخي شكله قبيح جدا جدا جدا، فلازم نجدده. فعشان نجدده محتاجين فرشه ازاله الصدى، وسبحان الله يا جماعه الفرشه دي فعاله بطريقه رهيبه جدا، لدرجه انت واقف هنا وتلاقي الباص كله اتنضف كده من غير ما تتحرك وتروح يمين وشمال. وزي ما انتم شايفين اوف الباص لونه اخضر، يا نهار ابيض ده لونه فاقع جدا يا جدعان. يا ليله الليل، هات لي عايز كده البخاخ ده رش كده يا مدير. الله ده بدا يلمع يا جدعان. وال يا جدعان على الجمدان. وات از ذس؟ لا والله الباص بقى جامد، بس اخضر مع ازرق. يا ريتك يا اسطى جبته نفس اللون ده. خلينا برضه نرش كده شويه معقمات جوه برضه وديتول ودنيا عشان بس لو في جراثيم ولا حاجه تروح. ورش برضه بتاعت السواق ومن هنا كده. يا سلام، ايوه كده يا باشا كده ظبطنا الباص وخلينا ريحته وشكله حلو كده. شايف حتى الشكل من بره عامل ازاي؟ بس يا جماعه زي ما انتم شايفين الباص كده يعني حاسه كده عالي، محتاجين برضه نهبطه سنه. ده كله هنعمله ان شاء الله دلوقتي، ولكن قبلها محتاجين نجيب له الماتور بتاعه والكولينج، ومحتاجين الاغطيه بتاعت الماتور، واخيرا وليس اخيرا محتاجين نفض الجاز اللي فيه ونحط مكانه ديزل. وعشان نفض الجاز من التانك هنجيب جردل زي ده، حطه هنا كده يا باشا، وركب لي هنا الخرطوم ده. وبعد اذنك الواجهه الثانيه من الخرطوم. بقول لك ايه يا اسطى، ايه رايك تقف كده زي الناس على حيلك بس عشان ما تقعدش تضايق فينا، عشان انت بصراحه مستفز. اقف كده يا عم الحاج واثبت وانشف كده. وركب هنا كده يا باشا، هنقلب كده الجردل. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله على السرعه. خلاص خلص يا باشا بسرعه، انا لسه هقعد اجيب خرطوم واكب وبتاع واعمل كده زي الفل وكده 100 100. يلا مع السلامه يا عم الحاج انت وهو. ودلوقتي زي ما انتم شايفين جبنا ماتور الباص، ومن الواضح ان هو محتاج اويل، وكذلك ده برده ومن الواضح ان هو محتاج ميه. فخلينا ناخد ماتور الباص نركبه هنا الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اهل حاجه عجباني في كل الباص ده ان هو باخد حوالي 10 لتر، وزائد كمان فيه مروحه. واللي عاجبني اكتر منه اللي هو الكولر بتاع الثمان سلندر، باخد 20 لتر. انت متخيل؟ يا نهار ابيض يا جدعان على الجمدان. بس كده سيت زي ما انتم شايفين 10 لتر فول. ركب يا مدير هنا. افتح لي بقى عايزك كده غطى الزيت. اكسكيوز مي، ايوه افتح يا اسطى. بعد اذنك يا اسطى كنا عايزين نفتح غطى. لازم بقى ندخل من جوه يا عم. عادي ولا يهمك، يا سلام انت جيت في جمل. طب استنى يا اسطى، انا لازم ادخل جوه بتاع ده. فك يا باشا الماتور بعد اذنك، ده مديله بالشلوت يا جدعان. يا نهار ابيض على الضحك ده، ايه ده؟ واملى يا باشا، الله يعطيك الف عافيه. يا لهوي تخيل الماتور بس باخد 10 لتر زيت. وات از ذس مان الوشر ابوت ذات. بس كده سيت زي ما انتم شايفين، ركب يا باشا كده بعد اذنك هذا الماتور. الله عليك يا زلمه، قفل بقى كده يا باشا. وكده اقدر اقول لك ان احنا شبه جاهزين، ولكن قبلها لازم نحط الديزل. بسم الله ما شاء الله. شوف يا جماعه اسرع حاجه في الباص، والله انا بحبه جدا عشان الحركه دي، بيملى كده بسرعه رهيبه جدا. انا هكتفي ب 20 لتر بالظبط كده 100 100. للاسف طلبت كشافات الباص ولكن ما لقيتهاش، فخلينا نستعيد من صديق وناخذ كشافات هذه السياره الجميله. يا سلام كشافاتك والله حلوه قوي يا بت، هتعالي كده بعد اذنك ونبدا نركب الكشافات. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ ما انت تركب غصب عنك. نبدا نركب الكشاف ده هنا والتاني هنا. يا لهوي ده صغير قوي يا جدعان، شوف شكل الباص عامل ازاي. والله شكله يخض. يا نهار ابيض يا جدعان على الضحك ده، ايه ده؟ هات يا باشا العدادات، الله يعطيك
يعطيك الف عافيه. وبالمناسبه برضه يا جماعه ما لقيناش عدادات الباص فجبنا له عدادات عربيه نقل. ايوه بالظبط كده. نبدا نركب بقى العدادات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حط لي هنا العداد ده هنا. يا لهوي هم مالهم غاطسين كده؟ يا نهار ابيض على الضحك يا جدعان. ركب لي ده هنا. يعني ان شاء الله اتوقع يا جماعه العدادات تتفق بالغرض لحد ما ان شاء الله نلاقي العدادات بتاعته الاساسيه. ودلوقتي حالة اللحظه اللي هنركب فيها الاغطيه بتاعت الماتور والكولر والتانك والكلام الجامد ده كله. عايزك يا باشا ممكن تركب هنا وهات لي عايزك هذا الغطاء الاخير حطه لي هنا. ويا سلام تيجي تبص بقى كده على البص من جوه يا اخي شكله والله يفرح. وال تخيل انت تبني بيت متكامل في هذا البص من جوه. ودلوقتي اقدر اقول لك ان احنا انتهينا من تظبيط البص بشكل كامل من الخارج طبعا. اما من الداخل دي هنسيب له حلقه ان شاء الله مخصصه خاصه بيه. وزي ما انتم شايفين دلوقتي خلينا نشغل. ايوه اشتغل. بسم الله ما شاء الله عليك انطلق كده يا مدير. اللهم صل على النبي. بص يا باشا البص عامل ازاي. ولكن لازم تكونوا عارفين احنا لسه ما انتهيناش من التعديلات. واحد يقول لي وات ازيس يا عم ميدو. ايوه يا عم الحاج احنا ما انتهيناش فعلا من التعديلات. ايه تاني في التعديلات؟ اقول لك انت تاخد حاجه نظيفه. محتاجين اول حاجه ان احنا اهبط شويه البص كده على الارض. ايوه اهبط كمان يا باشا سنه. ولا اقول لك لا خلاص يا باشا خليك كده انت زي الفل. مش بس كده عايزين نخلي برده في مرونه كده في المساعدين بتوعه عشان يقدر يطلع وينزل كده ويركب الطريق. ومش بس كده هنطلع برده كاوتشاته كده بره سنه. ايوه بالشكل ده كده برده عشان ما يتقلبش بينا بسهوله. هو اصلا كده كده مش هيتقلب بينا. ودلوقتي بقى نيجي للمرحله الثانيه وهي مرحله تعديل البص بقى بشكل كامل. وهنا هنقدر نظبط اللون بتاعه مع الوان الكاوتشات. وفي نفس الوقت لو محتاج يجدد يجدد. لو في مشاكل في الريديتر هنظبطها. لو بصوا اي حاجه هنا موجوده. وزاد كمان برده يا رب اقدر فيمه يا رب اللهم امين. دلوقتي بقى ممكن نختار مثلا لون الباص يبقى مثلا بالشكل ده. ولكن لو تلاحظوا اللون الاحمر كده تحسوه كده مش لطيف ومش لذيذ في نفس الوقت. بس انا بصراحه هديله اللون الجامد ده بصراحه عاجبني جدا كده عليه. وبصراحه شايفه مناسب كده حاسه كده فاتح وابن ناس. يا عم الحاج انت اللي مشبك من ورايا يا ابن ثواني يا جدعان في واحد لازم انزل اتخانق معاه دلوقتي. ممكن عايزكم تنزلوني. يلا اللي ما عندكش دم يلا شايف الباص بتاعي واقف. يلا يلا ما عندكش دم يلا ده انت راجل كئيب والله العظيم. لا وليه قرعه كمان. لا حول ولا قوه الا بالله والله ما عندها دم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني يا عم الحاج. بص يا باشا بص وهو متهبط شكله جامد من الاخر. دلوقتي بقى لازم نفيم النوافذ على نفس التفييمه بتاعتها بالظبط. واتوقع هو التفييمه دي المفروض ما يتفيم. ان شاء الله هيتفيم. فيم يا اخي وعد جدك. ليه يا اسطى ما تفيمش يا اسطى؟ نفسي افهم ليه البص ده الوحيد ما بيتفيمش في الدنيا دي كلها. كنت عايز افيمك والله يا اسطى واخليك كده من الناس المحترم. ولو تلاحظوا الكرسي الداخلي بتاعه كده شكله غريب جدا. فاحنا برده محتاجين نغيره. فانا هخليه كرسي خشبي. ومش بس كده وهخلي لونه اسود زي ما انتم شايفين. شكل يا لهوي بقى شكله جامد صراحه من الاخر. كرسي خشبي مريح طبعا يا جماعه. الكراسي الخشب في منها انواع لو انت ظبطتها بطريقه معينه بتبقى مريحه جدا جدا جدا. وزي ما انتم شايفين بص يا باشا شايف الكرسي عامل ازاي. ودلوقتي حاله اللحظه اللي هنجرب فيها البص. وبسم الله ما شاء الله عليه بص. ايوه يا باشا هي دي البساطه ولا بلاش. بص متعدل جامد اخر 50 مليار حاجه. سرعه هدوء. يعني بص يا جماعه البص ده من الاخر لما تيجي تسوقه اي وقت وفي اي تضاريس ايا كان هتكون حاسس بالامان وحاسس بالاحتواء. ولكن زي ما انتم شايفين لو تلاحظوا كده ان البص حزين حزين واخره حوالي بالظبط برضه عشان نكون دقيقين حوالي 70 68 بالظبط. وفي حاجه برضه نسينا نعدلها وهو السقف نفسه. فخليها اديله اللون ده كده صراحه. ايوه كده يا باشا تحس نفسك كده طاير كده او ماشي في بتاع النجوم من جوه. يا نهار ابيض بص شوف الشكل عامل ازاي. يا ليت الليل ملايه ليل عينينا ولا تليل. دلوقتي بقى حانت اللحظه اللي هنركب للبص ده السوبر تشارجر. عايزين نشوف هل البص ده سرعته هتزيد ولا هتفضل هي هي. يا رب سرعته تزيد يا رب اللهم امين. زي ما قلت لكم هو سرعته 70 بالظبط. فبسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذنك يا باشا ممكن تفتح لي كده على الغطا بتاعك. وطبعا يا جماعه عشان الماتور ده نقدر نمشيه بالسوبر تشارجر فاحنا هنحط له تو سوبر تشارجر عشان يقدر يمشي. ولما قدرش يمشي او سرعته ما زادتش بمعنى صح هنحط له تربو نيترو كمان ربنا يستر عليه ان شاء الله. فسو بعد اذنك يا برو ممكن مثلا نحط هنا واحد والتاني مثلا نحطه هنا كده داخل هنا جوه كده عشان مش هيبان للاسف الشديد. ودلوقتي حالة اللحظه اللي هنجرب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مؤاخذه يا رجاله حبايبي والله يا اسطى الله يعطيكم الف عافيه والله. بس احنا اوف انا حسيته يا جماعه بقى رشيق شويه البص. ما اعرفش عندي احساس كده ان هو هيبدا يجري بسرعه. انا سامع صوت التربو تشارجر او السوبر تشارجر شغال ورا بعيد قوي. سامعينه؟ اوه بصوا يا جماعه التو سوبر تشارجر خلوا البص يدخل على ال 150 ويعديها كمان. وال يا نهار ابيض يا جدعان على السرعه. وات ازيس هو ليه العمود ده طويل كده؟ اوه ده مبنى جديد ده. يا ليله الليل تخيل البص بتاعنا داخل على ال 200 يا جدعان. وال ده اسرع بص شفته في حياتي ده. انا صراحه شايف ان السرعه دي مثاليه لبص زي ده. وانا بصراحه حمست جدا ان انا ادخل بيه في ذا لونج درايف لان احنا لو مشينا بيه اصلا في ذا لونج درايف صدقني احنا اصلا ممكن نختم اللعبه للمره الثانيه في اسرع وقت ممكن. واحد يقول لي انت ختمت اللعبه عم ميدو؟ ايوه نزلنا سلسله قديمه كنا بادئين فيها من سنه ونص حاجه زي كده. نزلت فيها 125 حلقه ختمنا فيها ذا لونج درايف كلها على بعضها. ولكن في سلسله جديده دلوقتي شغاله ودي برضه اللي هنجيب فيها الباص ان شاء الله ونظبطها ونحاول نكمل بالباص. بس الباص ان شاء الله هيبقى بدورين ربنا يسهل لو لقيت. وزي ما انتم شايفين سرعته 172 بس انتم زي ما انتم عارفين طبعا انا بصراحه ما بكتفيش بالسرعه دي بقى. فعايزك يا باشا هبط كده يا باشا اضرب لي كده فرامل خلينا نشوف فرامله كده. يا ليله الليل انتوا عارفين يا جماعه ده عايز فرامل طياره ده. يا نهار ابيض بص بص شوف 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 تخيل الاربع كاوتشات كلهم شغالين عشان يوقفوا الباص بس.
شد فرملاتك يا باشا. يا نهار ابيض يا جماعه كميه الدخان اللي كانت طالعه منه دلوقتي دي. نبدا بقى نركب له بقى التربو تشارجر. ادي اول واحد وادي الثاني. بسم الله ما شاء الله عليك، اللهم صل على النبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، شغل يا مدير يا مسهل حال يا رب. هل تتوقع السوبر تشارجر مع التربو تشارجر هيعملوا فارق؟ انا صراحه ما اعرفش، فخلينا نجرب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بدات احس كده ان في بطء في حركه الباص، تحس ان التربو تشارجر خنق الماتور، ولكن زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عليه دايس ومكمل. اللهم صل على النبي عليك، الله اكبر. روح يا مدير، دوس يا سلام. لا والله يا جماعه لا. طب بصوا خليه بس نعدي الطلعه دي الاول، مع اني بصراحه مش مقتنع. حاسس بصراحه ان انا غلطت لما حطيت اتنين تربو تشارجر. اه والله العظيم المفروض كنت احط سوبر تشارجر مع تربو تشارجر وكده. متشكرين جدا لحضرتك يا فندم. وضع الاقلاع بدا يشتغل يا مسهل حال يا رب. تخيلوا يا جماعه يطير، انا ما عنديش مانع والله. لو طار وعدى ال 200 انا ما عنديش مانع اسيبهم. بس زي ما انتم شايفين بدا يفتح اهو. اللهم صل على النبي، الله اكبر. لا والله يا جماعه بصوا ثابت على 145. لا 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 تربو تشارجر لقد قتل المتعه يا سيدي. بقول لك ايه يا ريس، بعزك شيل لي واحد من ده وشيل لي واحد من ده. اخ ده احنا فكينا الماتور كله. مش قصدي والله يا اسطى. يا لهوي انا عايز افك ده بس كده. ايوه متشكرين جدا لحضرتك يا فندم. ودلوقتي حالة اللحظه نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا جدعان مال بتاعنا بيلعب كده؟ في ايه يا اسطى؟ اثبت يا مدير. يا مسهل حال يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. في حد ورا بيضرب لي كلاكس؟ والله في حد قاعد يضرب لي كلاكس ورا. لا والله يا جماعه لا. برضو اقول لك على حاجه، التربو تشارجر هو اللي خانق الدنيا دي كلها. يعني احنا نسيبه على السوبر تشارجر احسن كتير، واحسن 100 مره كمان من التربو ده. بيمشي كويس واخد نفسه ودنيته حلوه و100 100. وبكده يا شباب كل صوت الحلقه، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناه، واكتب لي تحت في التعليقات عايزنا نعدل ايه العربيه الجايه. انا صراحه بفكر الحلقه الجايه ان احنا نعدل طياره او نصنع طياره. عرفوا رايكم في التعليقات، لو عايزين نعدل طياره او نصنع طياره الحلقه الجايه اكتبوا لي رقم واحد في التعليقات، وان شاء الله نعدلها ونظبطها. يلا اشوفكم على خير، سلام.